السلام عليكم، اهلا بكم معايا في الجزء الثاني. هنكمل بقيه كلامنا عن الخلطه، بس الحلقه دي هنصنع الخلطه مع بعض. في الحلقه دي انا حرصت ان احنا نقدم للسمك اهم العناصر اللي بيحتاجها السمك عشان النمو، وفي نفس الوقت ما تكلفناش كتير وتدي معانا اسرع نمو في اقصر وقت ممكن، وده اللي كلنا بنسعى ليه عشان التكلفه النهارده بقت عاليه بالنسبه لاي حد بيربي اسماك زينه. اتفضلوا معانا وان شاء الله حلقتكم جيده.